أعلنت شركة بنفيت في مملكة البحرين والرائدة في مجال المعاملات المالية الإلكترونية على مستوى المنطقة عن طرح تطبيق المحفظة الوطنية بنفيت باي في منصة تطبيقات هواوي، وستتيح هذه المبادرة خدمة شريحة أكبر من العملاء، مما سيدعم مساعي الشركة لتزويد المجتمع البحريني بوسائل أكثر سهولة وأمانا لإجراء المعاملات المالية الإلكترونية، وكذلك ستسهم بتعزيز قاعدة المستخدمين الذين سيتمكنون من الاستفادة من قائمة الخدمات المتنامية.